سؤالي ايه اذا؟ الفاعل الدولي وفرص استعادة الديمقراطية بين حاجة الداخل واشترافات الخارج. دكتور برجاوي في اقل من دقيقتين. طبعا حتى صندوق النقد الدولي اشترط ان تكون معاملته مع الحكومه التونسيه بشرط الرجوع الى الشرع الدستوري. حتى الاموال التي هو الاقصى تقول التي تعطى الى تونس هي فقط حتى لا يقع فراغ وتصبح هناك فوضى. الخشيه، كل الخشيه من الضفه الشماليه لتونس اي الاتحاد الاوروبي، هو ان تصبح تونس ملجأ للفوضى وكل التداعيات التي يمكن أن تكون هناك. بالتالي أعتقد أن لما نقول أن الغرب حريص والإدارة الأمريكية حريصة على الرجوع إلى الشرعية الدستورية، أعتقد جازما أن حتى فرنسا الديمقراطية هي ليست فقط داخلية لفرنسا، نحن نعيشها في فرنسا، داخل فرنسا نعيش وهذه المعطى القيم نعم. الديمقراطية في فرنسا، في تونس كذلك، لكن على الشعب التونسي طبعا، على الطبقة السياسية التونسية، على المثقفين التونسيين أن يصنعوا هذه القيم الديمقراطية وتصبح ممارسة يومية في تونس كما كانت في العشر سنوات الأخيرة. تونس ربما كانت البلد الذي يتغنى به الجميع في المجتمع نعم. الدولي كدولة ديمقراطية كممارسة أيضا للحريات. بالتالي ليس من الصعب جدا أن نرجع إلى هذا المربع الذي كان مفخرة الوطن العربي، مفخرة حتى العالم الإسلامي. الحرية تفرض وتمارس ولا توهب ولا من قبل الغرب. شكرا دكتور.